وللحديث أكثر عن مخرجات مؤتمر الحوار الذي عقد أو مؤتمر الجوار الذي عقد في بغداد، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بك معنا أستاذ نظير. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ نظير. بداية، المؤتمر الذي عقد اليوم في بغداد، ما رأيك بمخرجات هذا المؤتمر؟ يعني هذا في حال أنه كانت له مخرجات. الحقيقة أنا اطلعت على البيان الختامي اللي أصدرته الحكومة العراقية على اعتبار أنه هذه هي قرارات المؤتمر، لم أجدها سوى كلام دبلوماسي لا يفضي إلى شيء، وعبارة عن شكر لهذه الدول للعراق لأنها نظمت هذا المؤتمر، ووعود بأن هذه الدول سوف تدعم النهضة الاقتصادية في العراق، و انها ستساهم في مكافحة الارهاب والارهاب الفكري. طبعا فيها اشارات خفية على هذا الموضوع، وانا اتساءل اذا كانت هذه الدول هي تبدي استعدادها لدعم العراق في محاربة الارهاب، لماذا لا تحارب الارهاب بنوعيه الموجود في العراق؟ يعني تصور ان هذا المؤتمر وقبيل انعقاده ظهرا اليوم كان هناك صواريخ تنطلق من جنوب العراق على الحدود الكويتية، ألا يسمى هذا إرهاب؟ والجميع يعرف من تقوم بهذه العمليات وضرب الصواريخ الكاتيوشا، ودلالة على أنها حتى رسالة من الميليشيات بأن يا مؤتمرين، الحكم في العراق لا يقوده الكاظمي أو حكومته، إنما الملف الأمني والملف السياسي يقاد من قبل الميليشيات التي هي تأتمر بأوامر الجانب الإيراني. لذلك أنا أجد أن المقررات التي خرج بها مؤتمر بغداد لا تختلف كثيرا عن القرارات التي خرجت فيها مؤتمرات عديدة أخرى كان ربما أقربها مؤتمر الكويت للدول المانحة. جميع الدول تعهدت بمليارات الدولارات ولم يصل من تلك الدول دولار واحد إلى العراق، ذلك لأن هناك قناعة عند تلك الدول بأن الحكومة التي ستستلم هذه الأموال ستذهب إلى جيوب الفاسدين. ونفس الحال حاليا، يعني هذه الدول تعهدت بإدامة الاستثمار في العراق وتقويته، وأنا أريد أن أتساءل، هل هناك استثمار ممكن أن يكون في بلد حكومة لا تستطيع حماية برج كهرباء؟ هل يكون هناك استثمار دولي أو من دول الإقليم في بلد لا تسيطر الحكومة على ميليشيات مسلحة، بل وهم مجتمعون هناك صواريخ تنطلق باتجاهات مختلفة؟ نعم. يعني بعبارة أخرى أستاذ النظير، من هو المحتاج الفعلي لهذا المؤتمر؟ هل كان العراق أم أن الدول الجوار والدول التي كانت حاضرة هي التي تحتاج لمثل هذه المؤتمرات؟ نعم، أنا أجد أن العراق بالرغم من صرفه ومحاولته لتنسيق مثل هذا المؤتمر وحضور زعماء لدول إقليمية ودول عالمية، لم تكن هناك لا حاجة عراقية ملحة لهذا الموضوع، وأيضا لم تخرج بفائدة من هذا المؤتمر. والحقيقة الذي استفاد من هذا المؤتمر هي الدول الضيوف التي جاءت، هناك تنسيقات ولقاءات هامشية على هامش المؤتمر كانت بين الإيرانيين ودول أخرى، وكان بين تركيا والإمارات ومصر وغيرها من البلدان. ولكن البعض يقول لك أن هذا لربما يكون دليل على أن العراق استعاد دوره الإقليمي في التقريب بين وجهات النظر. لا أخي الكريم، الجميع يعلمون، ومنهم قادة هذه الدول. هذه الدول ليست بسيطة، لديها علم وقناعة تامة بأن السياسة الخارجية للعراق ليست بيد العراقيين وليست بيد الحكومة العراقية، إنما هي واجهة للسياسة الخارجية الإيرانية، بدليل أن وزير الخارجية الإيراني تجرأ وتكلم بكلام يعني يقلل من شأن السياسة العراقية حينما اعترض على الحكومة العراقية لأنها لم توجه الدعوة إلى النظام السوري، وكأنما يعني هو البلد المضيف
يدعو من يشاء. ماذا أنت وما علاقتك بهذه الدولة لم تدعى وهذه الدولة تدعى؟ هذا دليل على أن الحكومة العراقية ليست لها سيادة يعني على سياسة الخارجية والأمور الأخرى. وعدم الرد من العراق على مثل هكذا تصريحات دليل على خنوعها ودليل على موافقتها لهذا الأمر. أنا أقول يعني لك حقيقة العراق لم يستفيد من هذا المؤتمر، وكانت هناك فائدة لتلك الدول لتنسيق حراكها. والأهم من ذلك، إذا كانت هناك فائدة فهي ليست للعراق، هي فائدة للكاظمي. هو يحاول أن يروج لنفسه للحصول على ولاية ثانية. ربما تسألني تقول هو لا يشارك بالانتخابات والحزب المحسوب عليه سوف لن يشارك بالانتخابات، وأقول لك هذا الرجل أصبح رئيس وزراء ليس بانتخاب، إنما هو كان رجل اتفقوا عليه لأنه الرجل الوحيد الذي لا يقول لشيء، يعني ساكت عن الجميع ويحاول يرضي الجميع. فهو الشخصية المثالية لهذه الكتل السياسية، ويحاول أن يبقى يمثل هذا الدور للحصول على ولاية ثانية. نعم، أيضا يعني بما أنك أتيت على الموضوع السوري، برأيك من الذي كان وراء استبعاد النظام السوري ودعوته لهذا المؤتمر؟ هذا أمر أيضا يعزز ما قلته قبل قليل من أن العراق لا يمتلك سياسة خارجية مستقلة، بدليل أن وزير الخارجية لم يستحي حينما قال أن عدم دعوة النظام السوري جاء بضغوط أجنبية. وكلنا نعلم أن بعض الضيوف كانوا لا يريدون حضور رئيس النظام السوري، سواء فرنسا أو تركيا أو حتى الولايات المتحدة، هم لا يريدون أن يجتمعون مع رئيس النظام السوري. والعراق يعني اضطر للخنوع إلى هذه المؤثرات الخارجية، الأمر الذي استفز إيران وعاتب العراقيين كونهم لم يدعوا النظام السوري للاجتماع في هذا الأمر. إيران تحاول إخراج النظام السوري من عزلته، وتحاول من خلال هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى فك العزلة حول هذا النظام. وكانت تجد في هذه الفرصة، فرصة هذا المؤتمر، هي بداية جيدة لتأهيل النظام وإعادته للمنظومة الإقليمية. نعم، كان هناك تأكيد في هذا المؤتمر على ضرورة عدم التدخل الخارجي بالشؤون العراقية وحصر السلاح بيد الدولة. يعني مع هذه التصريحات ومع علم الجميع، جميع الحاضرين، بالتغول الإيراني في الداخل العراقي، كيف قرأت يعني هذه التصريحات؟ هل هو تلميح يعني ضرورة إخراج إيران لميليشياتها ومن هذا القبيل؟ والله أنا لا أتفق على هذا التصور، بل إن يعني قراءة مثل هذا الموقف من هذه الدول بالبيان الختامي شيء لا أقول لك يعني يدعو للسخرية، يعني إنما يعني أنا قرأته وأنا مبتسم. لماذا؟ لأن أحد الموقعين على هذا البيان الختامي هو وزير الخارجية الإيراني الذي يتدخل بكل جزء في العراق صغيرا أو كبيرا، وكذلك الدول الأخرى، هناك حتى جيوش لدول موجودة في العراق. وبالتالي هذه كلمات فضفاضة، لا وكأن المجرم حينما يقترف إجرامه يخرج إلى الملأ بأننا ضد الإجرام. هذا ما يفعلوه. هم جميع هذه الدول لديها تدخلات من نوع إلى آخر بطريقة أو بأخرى، ومع ذلك يخرجون ببيان نحن ضد التدخل الخارجي. هذا الكلام لا ينطلي على العراقيين، وهم يعرفون ما عمق التدخل الأجنبي سواء من دول مجاورة أو دول غربية كبرى. أثر هذا المؤتمر على القادمات من الأيام، خاصة نتحدث هنا في بما يخص العملية السياسية والانتخابات المقبلة، ما أثر ذلك؟ أنا أقول لك يعني هذا المؤتمر حقيقة أنا يعني أصفه كأنه طعنة في جسد العراقيين. كون أن هذا المؤتمر تتوافق عليه دول الإقليم والدول الغربية في دعم هذا النظام الفاسد، وبالتالي كل التضحيات التي يقدمها الشعب العراقي في تظاهراته واعتصاماته، ومع ذلك هذه الدول لن تلتفت إلى هذه المعارضة من الشعب لهذا النظام، وتظل وتصر على اعترافه بنظام هو نظام ميليشياوي، وهم يعلمون ما طبيعة هذا النظام. مع ذلك يعطوه الشرعية
ويحضرون إلى مؤتمر تقوده مثل هكذا حكومة. بل إن ماكرون رئيس الفرنسي قال تصريح أخطر من ذلك، قال نحن نشكر مصطفى الكاظمي لأنه حقق مطالب المتظاهرين. وأنا أتساءل ما هي المطالب التي استطاع الكاظمي تحقيقها؟ يعني هل أخرج القتلة الذين اقترفوا جرائم القتل بالمتظاهرين؟ هل حسن الخدمات التي طالب بها المتظاهرين؟ بل أكثر من ذلك، لربما الكاظمي يعني أكد على موضوع إعادة النازحين إلى مناطقهم ولم يفعل شيء. لم يفعل شيء من ذلك. يعني هذا أنا أظنه نفاق سياسي بمستوى عالي. هؤلاء يعرفون ماذا يتكلمون، وهم بهذا البيانات وبهذا حضورهم إلى بغداد وكأنما يرسلون رسالة إلى الشعب العراقي بأننا نعطي الشرعية لهذه الحكومة، وهم يعلمون أن هذه الحكومة جاءت بانتخابات مزورة. الجميع يعرف بقيمة التزوير ومدى كبرى وحجمه الذي حدث في انتخابات 2018. وأنا يعني في كمواطن عراقي ويعني أنظر إلى هذه الأحداث وأقول إن الوضع العراقي لا يتغير إلا بجهود العراقيين فقط، ومن يفكر من العراقيين بدعم جهوده للتغيير بدولة كبرى أو مجتمع دولي لينسى هذا الأمر. المجتمع الدولي مشارك لهذه الحكومة ولهذا النظام في جرائم ضد الشعب العراقي، وبالتالي أنا أقول لن يحك جلدك مثل ظفرك. الشعب العراقي عليه هو أن يرص صفوفه ويوحد طاقاته للتخلص من هذا النظام، وحينها ستجد مثل هؤلاء الدول ينتقدون النظام الذي سيصبح نظاما سابقا ويمتدحون نضال الشعب العراقي الذي تخلص من هذا النظام الفاسد. هذا نفاق سياسي يفهمه الشعب العراقي. نعم، يعني برأيك ختاما وبدقيقة واحدة، كيف سيستثمر الكاظمي هذا المؤتمر داخليا للترويج له ولحملة للانتخابات؟ نعم، هو الآن يعني يظهر إلى الشعب العراقي، ولربما ستشتغل الماكينة الإعلامية من الغد وصاعدا بأنه الرئيس الوحيد الذي أخرج العراق من عزلته واستطاع أن يقلل من استحواذ إيران على كل ما موجود في العراق، وأصبح منفتحا إلى الدول العربية والدول الغربية من خلال هذا الحراك الدبلوماسي. والحقيقة يعني إذا كان هناك جهد للكاظمي بهذا الاتجاه، هو يحاول أن يجعل بدلا أن يكون هناك احتلال إيراني حقيقي، هو يجلب احتلالات أخرى لتوازن الاحتلال الإيراني. يعني بدل ما يكون احتلال واحد يخليها احتلالات 5 أو 6 حسب الدول الحاضرة، وهذا على أساس أنه يفكر بأن الشعب العراقي سينتخب مثل هذا الرجل، وأنه هذا الرجل هو من يخرج العراق من عمق الزجاجة. هكذا يفكر بهذه السذاجة ويعتقد أن أساليب ستنطلي على شعبنا. نعم، إذن كنت ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك. حياك الله.